اي ضرر على اي معده من معداتنا قبل الصيف مستحيل راح تتعوض، لانه ما لحق نستورد. مثل ما تعرفون اليوم اي محوله يحتاج لها 6 أشهر يلا توصل، فضلا عن انه اصلا ماكو تخصيصات ماليه. بصراحه يعني احنا جزء اضطرينا انه نعلي الاسيج مال محطاتنا، ولكن هذا مو حل. الحل انه يعني ايقاف هاي القضيه، قضيه الطاقات النار العشوائيه، سواء كانت فواتح اعراس ما اعرف ايش صيد، او يعني مشكله الصراعات العشائريه. بصراحه من خلال قناتكم ادعي يعني مواطنين انه يتوخون الدقة، يعني هذا موضوع الإطلاقات النارية يعني بات مقلق لنا بصراحة، خاصة قبل الصيف. أي ضرر لأي محولة لأي محطة ما راح نقدر نعالجها بالصيف، ما عندنا وقت. احنا نحكي على شهرين باقينا للصيف، ايش نقدر نسوي بشهرين لمحطة هي مدة تنفيذها سنة وسنتين. الجزء الثاني اللي بصراحة هم جاي نتعرض له بشكل واضح ويعني كبير ومؤثر، هو مشكلة يعني المشاكل العشائرية، الإطلاقات النارية اللي جاي يتأثر بشكل كبير على محطاتنا، وجاي يتأثر بشكل كبير على خطوط الضغط الفائق. قبل 4 أيام 5 يعني صارت مشكلة كبيرة عندنا في محطة القرنة 400، عرضت واحدة من محولاتنا لإطلاقات نار، يعني 5-6 اطلاقات بسبب نزاع عشائري. هاي المحوله الوحده هي تعطي 200 ميجا، يعني احنا جاي نتكلم عن مناطق شاسعه من مناطق شمال البصره، كان